سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ويسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وقلنا في فصل في شرائط الصلاة قبل الدخول فيه، اللي يسموها شروط صحة الصلاة. تكلمنا على شروط وجوب الصلاة اللي احنا قلنا فيها الإسلام وبلوغ الدعوة والنقاء من الحيض والنفاس وسلامة الحواس، دي حاجات لابد منها، والعقل اللي هو عشان يبقى مناط التكليف، دي أشياء دي علشان تبقى الصلاة واجبة، لكن تبقى واجبة في حق هذا الإنسان. لكن متى بقى، متى تكون الشروط التي تجعل الصلاة التي صارت واجبة صحيحة، اللي هي شروط صحة الصلاة مش شروط وجوب الصلاة، زي ستر العورة، زي الطهارة، طهارة البدن والجسد، وزي دخول وقت الصلاة. دي اسمها شروط لا بد منها لصحة الصلاة. يعني لا أستطيع أن أنوي صلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء، ولا أستطيع أن أصلي العشاء إلى غير قبلة، لازم أتوجه للقبلة، ولا أستطيع أن أصلي بغير ستر عورة، لابد أن أستر عورتي، ولا أستطيع أن أصلي بغير طهارة، لابد أن أتطهر. فهذه الشروط لابد منها لصحة الصلاة. هذا هو موضوع اليوم. يقول: الفرق بين الشرط والركن إيه؟ في أركان الصلاة، الركن ده داخل في الصلاة ذاته، لكن الشرط خارج عنه. الشرط شيء خارج عن الصلاة ولا بد من استمراره طول وقت الصلاة، لكن الركن جزء من الصلاة نفسه ولا يشترط استمراره. أما أجي أقول مثلا تكبيرة الإحرام دي من أركان الصلاة، اللي بتقول فيها الله أكبر مع النية، ما يشترطش استمرار تكبيرة الإحرام، أنت بتقول الله أكبر وتسكت تشتغل في حاجة تانية، يبقى الركن ما يستمرش وإن كان ضروري. قراءة الفاتحة، بتقرأ الفاتحة عند القيام، لكن بعد شوية تلاقي نفسك ركعت وبتسبح، مش قاعد تقرأ الفاتحة على طول، يبقى وهي ركن، يبقى الركن لا يستمر، يتقطع. لكن الشرط مستمر، لابد ان انا اكون طاهر طول فترة الصلاة الاربع ركعات او الثلاث ركعات اللي بصليه، ما ينفعش ينتقد وضوئي في اخر ركعة واقول انا اكمل، ما ينفع. يبقى لازم شروط الصلاة دي شيء خارج عن الصلاة ولابد من استمرارها طول الصلاة. فهمت ازاي؟ لابد افضل طول الصلاة متوجه للقبل، ما ينفعش في وسط الصلاة كده اروح ملتفت واتوجه لغير القبل، ما ينفعش، لازم افضل طول الصلاة متوجه للقبل. يبقى الشرط شيء خارج عن الصلاة لكن لابد من استمراره طول الصلاة، لازم ابقى ساتر عورتي طول فترة الصلاة، ما ينفعش في اثناء الصلاة يتكشف جزء من عورتي واسيبها، يجي ريح هواء يروح شالح هدومي يبين جزء من الفخذ واسكت، لو سكت وما صارعتش بستره تبطل الصلاة، لان مطلوب ان انا استر عورتي طول وقت الصلاة، لان ستر العورة شرط والشرط مطلوب طول الصلاة. فهمت ازاي؟ وهو خارج عن الصلاة ذاتها. زي ما قلنا ان مثلا الاركان من الانسان كالرأس، ده جزء في الانسان، والشروط كالهواء والماء، يبقى الهواء والماء لابد منها عشان يبقى فيه انسان حي. لكن هل الهواء والماء داخل في الانسان؟ مش داخلين في تركيب الانسان كاركان، وان كان كسوائل فيه انا معاك، لكنها مش اركان فيه. يبقى لابد من وجود هواء وماء وطعام علشان يبقى فيه انسان حي. دي اشياء خارجه عن الانسان لكنها شروط لابد منه. ولكن الانسان نفسه بقى في راس، في قلب، دي اركان اساسيه، اي حاجه فيها مش موجوده الانسان يبقى ميت، من غير راس ميت، من غير قلب ميت، من غير كبد ميت. لكن السنن اللي هي الأبعاد في الصلاة زي الأعضاء في الإنسان، أما نقول ده دراعه ده رجله، اللي هي السنن الأبعاد، يبقى كالأعضاء في الإنسان،
ممكن الانسان يعيش من غير كليه، ممكن يعيش من غير رجل، ممكن يعيش من غير صباع، من غير ايد، مش كده برضو؟ يعيش لكنه يبقى ناقص، لكنه يعيش. كذلك الابعاد في الصلاه، فهي تمثل جزء من الصلاه لكن غير ضروري لصحتها، غير ضروري لصحتها، ولكن يمثل فيها نوع نقص. فالنقص ده بتجبره انت بسجود السهو، تروح جبره انت بسجود السهو. في بقى هيئات اللي هي لا تجبر بسجود السهو، اللي هي زي الزينة، زي انت شعرك حلو ولا اكرت ولا حلقه، دي بقى زينة. لابس اللبس بتاعك لابسه يعني لايق على بعضه ولا مش لايق على بعضه، يبقى دي حاجات زينة بقى، دي يسموها الهيئات الصلاة، لزينة الصلاة، اللي هي حتى لو فاتتك تفضل انت برضو الانسان المعتبر المعروف. يعني انت دخلت علي حالق شعرك زي دخلت عليه مربي شعرك، هو هو انت الانسان المسلم المعلوم بالاسم الفلاني، كويس. كذلك الصلاه، صليت الصلاه من غير الهيئات بتاعتها، كالتسبيح اثناء الركوع، كقراءه سوره بعد الفاتحه، كالجهر بالفاتحه في الركعتين الاولىين في الصلوات الليليه، تفضل الصلاه هي هي بس زينتها راحت، تبقى صلاه مش متزينه كده حلو، لكن ما تجبرش ايه بالسهو. يبقى الصلاه لو شبهناها بكائن حي تبقى بهذه الصوره. فهو بيتكلم هنا على وشرائط الصلاة، أي شرائط صحتها وأدائها، لا شرائط وجوبها لتقدمها، لأنه قال شرائط الإيه؟ الوجوب قبل كده. كما علمت، واعلم أن الشرط، كلمة الشرط ده جمع شريطة، الشرائط جمع شريط، الشرائط جمع شريطة، بمعنى خصلة مشروطة، خصلة مشروطة يعني صفة مشروطة. وأما الشروط فهي جمع شرط، يبقى في شرائط وفي شروط. الشرائط هي الخصلة المشروطة، لكن الشروط جمع شرط، والشرط هي إيه؟ هي الشرط نفسه بقى. يعني هو خلاف لفظي لكن المعنى واحد، يسموه خلاف لفظي، يعني المعنى واحد. وأما الشروط فهي جمع شرط بسكون الراء، وهو مخفف شرط بفتحها، وهو مخفف شرط بفتحها، وجمعه أشراط، كما نص عليه الشمس البرماوي في شرح ألفية الأصول. قبل الدخول فيها أي وفي دوامها، يبقى الشروط دي لابد قبل دخول الصلاة تبقى فيها موجودة ودائمة لحد ما الصلاة تخلص، يبقى لابد من استدامتها طول فترة الصلاة أيضا. أي وفي دوامها، فلا مفهوم له. يعني لما يقول لك شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها، بيقول لك كلمة قبل الدخول فيها دي ملهاش مفهوم. ليه؟ لأن مش قبل الدخول بس، ده قبل الدخول ودوامها كمان. فلا مفهوم له، قال القليوبي فيما كتبه على هذا الكتاب، ولو لم يذكر قبل الدخول فيها لكان أولى. الإمام القليوبي من علماء الأزهر الكبار، له حاشية على شرح الجلال المحلي للمنهاج، حشية قليوبي وعميرة مشهورة، وكان من علماء الأزهر، فقال إنه كان الأولى ما يقولش قبل الدخول فيه، يقول شروط صحة الصلاة ويسكت، عشان يشمل قبل الدخول فيها وعند دوامها كمان، فهمت إزاي؟ لكن لما قال قبل الدخول فيها يعني إدى إيهام في الذهن إنه ربما يشترط قبل الدخول بس ولا يشترط دوامها، وهذا غير مراد، فهمت؟ أي لإيهامه أنه يشترط تقدمها على الصلاة وليس كذلك، لا يشترط تقدمها على الصلاة، يشترط ملابستها، ما يشترطش تقدمها، يبقوا الاثنين يجوا في وقت واحد. يعني أنا لو برفع إيدي كده هصلي العشاء، فيدوب برفع إيدي كده الراجل قال الله أكبر الله أكبر، دخل أذان العشاء، قلت الله أكبر ودخلت صحة الصلاة، لأنها تلابست مع دخول الوقت، في حين إن لما ابتديت هشرع ما كانش العشاء دخل لسه قبل الدخول، فهمت ازاي؟ يبقى بيقول لك قبل الدخول فيها دي ملهاش لازمه، يكفي الملابسه، يبقوا الاثنين مع بعض. يعني انا واقف كده بصلي ولابس شورت، هبتدي ارفع ايدي هقول الله اكبر ولابس شورت باين ركبتي، قام واحد راح رامي عليا ثوب غطى ركبتي، وانا بقول الله اكبر صحت الصلاه، في حين ان انا لما كنت بشرع ما كنتش مغطي الركبه، زي ما بيحصل في المصايف، يجي لك العيال يخشوا الجامع ولابسين المايو الشورت وركبهم باين، ما ينفعش مش كده برضه، لان الركبه عوره لازم يسترها، فالواحد ياخد باله من الحكايه دي.
ولو لم ي... أي لإيهامه أنه يشترط تقدمها على الصلاة، وليس كذلك، ويوجب بأنه إنما اعتبر القبلية لتحقق المقارنة. يعني هو يقصد قبل الدخول فيها يعني إيه؟ لتحقق المقارنة يعني، بس من باب بقى إيه التأكيد يعني على المعنى. فإنها لا تتحقق غالبا إلا بالتقدم، وإلا فلو أمكنت المقارنة كفت، كسترة ألقيت عليه مقارنة لأول التكبير. سترة وقعت عليه سترت عورته مقارنة لأول تكبيرة الإحرام، صحت صلاته، في حين إن هو قبل الصلاة ما كانش ساتر عورته، خدت بالك؟ بخلاف ما لو قارن أولها نجاسة ثم أزيلت قبل تمامها فإنها لا تصح. بخلاف ما يبقى وهو بيكبر كده بيقول الله أكبر وابتدى يصلي، وبعدين جاي يركع بص لقى على البنطلون نجاسة، وهو راكع بص على بنطلونه أو على ثوبه لقى نجاسة ما كانش واخد باله منها. أتاري النجاسة دي موجودة قبل ما أدخل في الصلاة، فصارت النجاسة موجودة حتى لو جاء أزلها، كأن يكون هذا الثوب مثلا زائد عنده، كوفية مثلا حطيتها فراح رميه وهو جوه الصلاة، ما ينفعش، فهمت؟ لأنها قارنت أولها. خلاص يبقى ما انعقدتش أصلا، لأن لما قال الله أكبر كان متلبسا بثوب متنجس، يبقى هو كأنه مش في صلاة، هيخرج منين ده؟ هو ما دخلش، ما يسلمش أصلا، ده مجرد عينه تقع على النجاسة هو بره الصلاة خلاص، هو عرف إنه بقى بره الصلاة، يروح طالع وقالع النجاسة دي إذا كانت على ثوب أو على بدن فيغسله، وبعد كده ينشئ صلاة جديدة. ايوه، ما خلاص ما قال، لانه ما كانش مدرك هذا، وكان للتشريع، كان للتشريع، واخد بالك، كان في نجاسه وكان للتشريع، لبدايه التشريع حتى يستقر التشريع. فلما استقر التشريع خلاص استقر التشريع على انه استقر انه لازم يبقى طاهر من اوله لاخره. بيقول بخلاف ما لو قارن أولها نجاسة، يعني قارن أول الصلاة في أولها نجاسة على البدن أو على الثوب أو على المكان، ثم أزيلت قبل تمامها فإنها لا تصح، خلافا لما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم كما أفاده القليوبي في حاشيته على الخطيب. الخطيب الشربيني إيه ليه كتاب شارح في متن الغاية والتقريب اللي هو اسمه الإقناع، وعمل عليه حشية الإمام القليوبي. فبيقول لك وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء، وفي بعض النسخ خمس، وعلى كل فالعدد لا مفهوم له لأن أكثر من خمسة، بس احنا قلنا إن هنا الشيخ المصنف كان قصده يختصر، فعايز يجمع الحاجات المهمة عشان تبقى في ذهنك، لكن لو بحثت هتلاقي أكثر من خمسة. وعلى كل فالعدد لا مفهوم له، أو الحصر باعتبار ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على الخمس، فيزاد عليها الإسلام، وإن كان مشروطا للوجوب أيضا، على أن شرط الوجوب الإسلام ولو فيما مضى، وشرط الصحة الإسلام بالفعل. زي ما احنا قلنا إن لازم علشان نقول إن واجب عليه الصلاة لازم يكون مسلم، وكذلك لازم يبقى مسلم في أثناء الصلاة كلها، ما يجيش يكفر في وسطها ويقول لك الصلاة بقت صحيح. يبقى الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، فهمت بقى؟ شرط وجوب وشرط صحة. ومعرفة كيفية الصلاة، دي من شروط صحة الصلاة كذلك، معرفة كيفية الصلاة، أن يميز بين فرضها وسنتها، أو على الأقل خالص إنه ما يقولش على فرض فيها سنة، لأنه لو اعتقد إن فرض فيها سنة بطلت صلاته عندنا عند الشافعية، وده خطر شديد على ايه؟ على المقلد اللي هو بيصلي الصلاه تقليد كده وما درسهاش، يقوم ما يبقاش مميز بين الفرائض والسنن، تيجي تقول له ايه فرائض الصلاه؟ لكن لو اعتقد سنه فرض ما يضرش لانه رفعها عن رتبتها، لكن لو اعتقد فرض فيها انه سنه تؤثر على صحه الصلاه، فهمت ازاي؟ يبقى لازم يعرف كيفيه الصلاه علشان تبقى صلاته صحيحه. يعني ما يخشش يهجم على الصلاة كده وهو غير مدرك، واخد بالك، ويصلي كده وخلاص، ما ينفعش على مذهبنا احنا، على مذهبنا احنا. لكن في مذاهب تانية تجيز الإنسان العامي خالص يصلي ويقلد الإمام زي الأحناف،
فايه، فممكن الانسان بقى اللي هو مبتدئ في الاسلام، اللي هو حديث عهد بالاسلام وعايز يعرف يصلي، نقول له خش وانوي الصلاه مع الامام زي ما ينوي، قول نويت اصلي كما يصلي الامام، الله اكبر، وانت مش عارف الامام بيصلي ايه اصلا، قول الله اكبر واقعد كده ساكت، قراءه الامام لك قراءه، ده راي الاحناف. وبالتالي يبقى مذهب الاحناف في المساله دي مفيد للناس اللي هم حديثي عهد باسلام وداخلين الاسلام جديد، لكن ما يفضلش كده طول عمره. الراجل بقى له سنه مسلم، سنتين مسلم، 3 سنين مسلم، يتعلم بقى احكام الصلاه ايه، يرقي نفسه شويه، ولا هيبقى زي اللي مسلم امبارح ما يلقش بيه. فهمت بقى؟ ومعرفه كيفيه الصلاه بان يميز فرائضها من سننها، والمدار على الا يعتقد بفرض سنه وعدم تطوير ركن قصير عمدا، وعدم تطوير ركن قصير عمدا زي الجلسه بين السجدتين، يقعد يطولها قوي قوي عمدا، ده تبطل منه الصلاه. قاعد بقى يدعي وخدته الجلاله وقاعد بقى مبسوط بين السجدتين، ما ينفعش، لان الجلسه بين السجدتين ده ركن قصير، فلو طوله يخرج الصلاه عن نظمها المعتاد. كذلك بعض الناس لما يجي يرفع من الركوع يدعي دعاء يقعد فيه ساعه وساعتين، دعاء القنوط زي ما بيعمل بعض الائمه، على مذهبنا احنا الصلاه كده تبطل. ليه؟ لان اطال ركن قصير، فهمت ازاي؟ مش طويل، فيقوم يتجوز في الدعاء ويقول جوامع الكلام. انت لو قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ما هو ده اللي قلته في 10 ساعات فيها كل حاجه، واخد بالك؟ تخلي الناس اللي واقفين وراك يعيطوا من طول الوقفه وانت متصور ان هم بيعيطوا من التاثر، وهم بيعيطوا لان رجليهم وجعتهم من الوقفه وايديهم وجعتهم، فبقوا يعيطوا وقاعدين يدعوا يقولوا يا رب يخلص، وهو مش عايز يخلص، وهو متصور ان الناس مندمجه معاه والناس مش مندمجه، لان الناس تعبانه مرهقه. يبقى ايه؟ عايز تطول الدعاء زي ما انت عايز، سلم بقى، وانت بعد ما تسلم اقعد بقى ارفع ايدك وادعي براحتك، ما تحبسش الناس وراك، اللي عايز يقعد معاك يقعد واللي عايز يروح يروح، الحكايه تمشي. وعشان كده تجد الرسول صلى الله عليه وسلم ادعيه القنوت كلها اللي كان يدعيها داخل الصلاه محصوره، وتلاقيها ما تاخدش اكتر من 3 دقائق بالكتير، 4 دقائق بالكتير، يوم ما تقولها يعني بالراحه قوي، واخد بقى؟ فده فقه المظبوط اللي هو اختلف الان في العصر بتاعنا، واصبح بقى ايه، يجي في القنوت يقعد بالساعه الا ربع، يقول لك شفت فلان امبارح في ختام الصلاه عمل ايه؟ قعد ساعتين يدعي. طب ما هو ده مش فقه، فهمت ازاي؟ دي حاجه حلوه، عواطف، عاطفه كده، لكن مش فقه، مش علمي يعني، لكن عاطفه، يلا ما يجراش حاجه. يبقى عدم تطوير ركن قصير عمدا، وعدم اعتقاده ان في سن فرض يجعله سنه، دي المهمه. يعني لو اعتقد ان التشهد الاوسط فرض ما يضرش، فهمت ازاي؟ ما يضرش، مع انه هو من الابعاد من السنن، لكنه لو اعتقد، لكن لو جه اعتقد ان الفاتحه سنه يضر، وهو بيقراها، هو بيقراها بس معتقد انها سنه، صلاته تبطل عندنا عند الشافعيه، فهمت ازاي؟ فيبقى لازم يبقى عارف ان الفاتحه دي ركن، عارف ان السوره اللي بعد الفاتحه دي مش ركن. لو اعتقد ان السوره اللي بعد الفاتحه في ركعتين الاولين الفرد ما يضرش، مع انها سنه ما يضرش، لكن لو اعتقد ان الفاتحه سنه لا يضر. فهمت بقى المساله؟ والشروط جمع شرط، انما شوف في الشرح الشيخ في اللي هو ابن ابي شجاع قايل ايه، وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء، راح جاي الشيخ ابن قاسم الغزي في الشرح قال إيه؟ والشروط جمع شرط، ما قالش وشرائط، يبقى عدل على لفظ آخر. والشروط جمع شرط، إنما عدل عن قول المصنف شرائط، لأن إحنا قلنا شرائط إيه؟ جمع شريطة، كان حقه يقول إيه؟ شريطة، يقول لك والشرائط جمع شريطة، شيخ أي الشرائط وانت بتشرح كلام الشيخ، لكن هو عدل عن لفظ الشيخ وقال لك الشروط جمع شرط، يبقى ما قالش شرائط زي ما الشيخ قال. وإنما عدل عن قول المصنف شرائط مع استوائهما لغة وعرفا، لأن التعريف الذي ذكره لم يذكروه إلا للشرط الذي هو مفرد الشروط لا للشريطة التي هي مفرد الشرائط، فنكتة العدول التوطئة للتعريف المذكور. يبقى هو عايز يعرف الشرط، كتب الأصول ما عرفتش الشريطة،
عرفت الشرط، وهو عايز يقول لك تعريف الشرط، فمش عايز يقول لك شرائط جمع شريطة وبعدين يعرف لك الشرط. فهمت ازاي؟ فهو قال لك الشروط جمع شرط، يقوم ما يجي يعرف لك الشرط يبقى الكلام انسجم. ادي سبب العدول. واما قول المحشي، المحشي اللي هو البرماوي كان عامل حاشيه، وانما قول المحشي، اوعى تقرا المحشي، انما قول المحشي، المحشي اللي هو يكتب شرح على الشرح. فهمت ازاي؟ يبقى الحاشيه شرح على شرح، يسموها حاشيه. واما قول المحشي انما عدل عن قول المصنف شرائط مع استوائهما لغه وعرفا، لان الشرائط جمع شريطه وليست مراده هنا، لان معناها خصله مشروطه، ففيه نظر، لانه جعلها في اول كلامه مستويين لغه وعرفا، وما علل به لا يصح عله لعدم الاراده هنا، فان كل واحد مما ياتي يقال له خصله مشروطه فتدبر. يعني تعليل البرماوي مش هو ايه ان هي بيقول لك ده يعني ترادف لغوي، لا، ده هو قاصد انه يرتب للتعريف اللي عايز يقوله. قوله وهو لغه العلامه، يبقى الشرط لغه العلامه، وكذلك الشريطه لغه العلامه، ومنه اشراط الساعه يعني علامات الساعه. نقول اشراط الساعه يعني علامات الساعه، مش كده؟ اي علاماتها. ويطلق الشرط لغه على تعليق امر بامر، كل منهما في المستقبل. تملي يطلق في اللغة الشرط على ايه؟ على انك تعلق حاجة على حاجة، تقول له مثلا اذا جئتني اكرمتك. فهمت ازاي؟ يبقى انا علقت الكرم بتاعي على مجيئك، لو جيت لي حكرمك، ما جيتليش انا حكرمك ازاي؟ يبقى لازم تلاقيها معلقة على امر بامر، يعني علقت الاكرام على المجيء. كويس ازاي؟ والاتنين دول في المستقبل. فهم؟ يبقى اللغة الشرط وتعليق أمر بأمر في المستقبل. كما لو قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، قال لها كده إن دخلت الدار فأنت طالق، علق الطلاق على دخولها الدار، والاتنين في المستقبل. فهمت ازاي؟ ده برضو شرط. والتعليق هنا متحقق، فكأن الشارع يقول إذا وجدت الشروط صحة الصلاة، ويطلق أيضا على إلزام الشيء والتزامه. إيه يعني إيه فرق بين إلزام الشيء والتزام الشيء؟ إلزام الشيء إن الشارع اللي هو الله، الله ورسوله مبلغا عن الله، يجعل إن هذا الشيء ملزم. أدي معنى إلزام الشيء. يبقى إلزام الشيء من قبل الشارع، والتزامه من قبل المكلف، أنا بقى ألتزمه. لما ربك سبحانه وتعالى ألزمني بالطهارة للصلاة فالتزمتها، أي فعلتها قبل الصلاة. يبقى أدي فرق بين إلزام الشيء والتزامه. فالإلزام من جهة الشارع، الشارع اللي هو المشرع يعني، مش الشارع اللي هو شارع 17. فهمت إزاي؟ اللي بنمشي فيه، لا، الشارع هنا هو المشرع. أو الشارط، الشارط اللي هو الشارع برضه. ويطلق أيضا على إلزام الشيء والتزامه، فالإلزام من جهة الشارط وهو هنا الشارع، هنا في باب الصلاة الشارع، وباب الطلاق الزوج. الزوج قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فأصبح الإلزام هنا من جهة إيه؟ الزوج، مش كده برضو؟ لكن أما يقول شروط صحة الصلاة الطهارة، يبقى الشرط الإلزام هنا من جهة الشارع اللي هو الله عز وجل، والالتزام من جهة المشروط عليه اللي هو المكلف، وهو هنا المكلف. فالشارع ألزمه بالطهارة مثلا إذا أراد الصلاة، والمكلف التزمها يعني فعلها. وشرعا، تعريف الشرط شرعا، احنا قلنا في اللغة ايه؟ ارتباط أمر بأمر في المستقبل، مش كده برضو؟ تعليق أمر على أمر في المستقبل، ده اللغة كده بتقول كده. لكن الشرع ليه معنى تاني، الشرط في الشرع ليه معنى آخر. ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، يعني خارج عنها. فهمت ازاي؟ يبقى زي ستر العورة. ستر العورة ده مش جزء من الصلاة، لكن متوقفة صحة الصلاة عليه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. وهنا كلمة الصلاة ما كانش حقه يقول الصلاة.
لأن أنا بتكلم على الشرط عموما، يبقى ما يتوقف صحة العبادة عليه وليس جزءا منه، عشان يدخل الصيام ويدخل الزكاة يدخل كل حاجة بقى. لكن هنا قال الصلاة علشان بيتكلم في باب الصلاة، لكن كان الأولى يخليه عام عشان يبقى الشرط مطلقا، أي أمر تتوقف صحة الصلاة عليه. وهذا تعريف للشرط بالنظر لخصوص المقام اللي هو باب الصلاة، وليس ذلك من شأن التعريف. فلو قال ما تتوقف صحة الشيء عليه وليس جزءا منه لكان أولى، عشان التعريف يعني المفروض يكون عام، ما يكونش مقيد بباب معين. فهمت بقى المسألة؟ لما في تعريفه من القصور فإنه قاصر على شرط الصلاة ولا يشمل شرط غيرها كالصوم. واضح الكلام بتاع الشيخ؟ طيب. وخرج من تعريف الشرط التروك كترك الأكل ونحوه، فليست بشروط كما صوبه في المجموع. يعني الإمام النووي قال إن التروك دي مش من الشروط، الشروط دي أمور وجودية مش أمور عدمية معدومة. صحيح إن أنا من شروط صحة الصلاة طبعا إن أنا ما أكلش أثناءها ولا أشرب أثناءها ولا أتكلم في غير ذكرها، مش كده برضو؟ دي برضو شروط. قال لك بس دي تروك، والتروك حقها ما تكونش من ضمن الشروط. واخد بالك إزاي؟ دي نقول مبطلات الصلاة الأكل والشرب والكلام الأجنب، نخليها من المبطلات أي من المفسدات أي من موانع الصحة، وما نجعلهاش مش شروط، لأن الشروط أمور وجودية والتروك أمور عدمية. ده رأي الإمام النووي، وإن كان بعض العلماء قال لك لا، برضو الأمور العدمية المطلوب تجنبها تعتبر في الشروط. فهمت إزاي؟ يعني هي خلاف بين العلماء، لكن المعنى في ذهنهم واحد، بس هو أحطها في أي حتة؟ أحطها تحت بند الشروط ولا أحطها تحت بند المبطلات؟ فهمت إزاي؟ هي الخلاف، بس أحطها في أي ركن، لكن الاثنين لكن الاثنين معناهم في ذهنهم واحد. لتخصيص الشروط بالأمور الوجودية، وقيل إنها شروط، وقيل يعني ده قول مقابل كما قاله الغزالي في الإحياء، كما قاله الغزالي. وعليه جرى المحشي اللي هو البرماوي حيث قال وهذا شامل لعدم المانع، وهو صحيح. عدم المانع للصحة، ما احنا قايلين ان الاكل مانع لصحة الصلاة، فلا بد من عدم المانع اي عدم الاكل، مش كده برضو؟ بس ايوه، وهذا شامل لعدم المانع. ايه فين ضامن دي؟ ضامن عندنا لا اكتبها شامل، ده دي توراة محرفة. وهذا شامل لعدم المانع، يعني يشمل معه. وهذا شامل لعدم المانع وهو صحيح. ولقرب هذا التعريف وسهولته عدل إليه عن التعريف المشهور للشرط اللي هو قال لك أمر تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، ده تعريف سهل. عدل عن التعريف الأصوليين للشرط اللي هو ما ينبني على عدمه العدم ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. ده رأي الأصوليين، بس هو ما رضاش يجيب لك التعريف ده علشان شكله كده هيكلكعلك مخك، وهو عايز يعني يخلي الكتاب ده سهل لطلاب الفقه اللي مالهمش أصلا دراسة لأصول الفقه أو للمنطق، يقوم إيه يريحه، فجاب له تعريف كده سهل على قد، وبعد عن التعريف الثاني اللي هو بيعرفه المناطقة والأصوليين. فهمت؟ ده السبب للعدول عن التعريف. عدل إليه عن التعريف، عدل إليه يعني تركه وذهب، ترك التعريف الأول وترك إلى التعريف الثاني المشهور للشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ هدي لك مثال يقوم يتضح. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، مش كده برضو؟ يعني لو انت صليت وانت مش متوضي ينفع الصلاة دي؟ يبقى يلزم من وجود عدم الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ادي معناه يلزم من عدمه العدم. فهمت ازاي؟ يعني ولا يلزم من وجودي وجود ولا عدم، يعني ولا يلزم من انك انت تبقى متوضئ تبقى صليت. هل كل متوضئ صلى؟
انت ممكن تتوضا وبعد ساعه تصلي، مش كده برضو؟ ممكن تبقى ساتر عورتك ولكن ما صليتش، يبقى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهمت بقى المعنى كلامهم؟ سهل، كلام حلو لو فهمته تلاقيه سهل، مش فوازير، ده كلام سهل. يبقى هو الشرط يؤثر في حال العدم، يؤدي للبطلان، ولا يؤثر في حال الوجود. فهمت ازاي؟ يعني في حال وجوده ما يأثرش، انا لابس هدومي كده ومتوضي، لكن ممكن ابقى لابس هدومي ومتوضي وما اصليش، فلا يلزم من ستر العورة والطهارة وجود الصلاة، مش كده برضو؟ لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدم الوضوء. لكن يلزم من عدم ستر العورة عدم الصلاة، لأن لو صليت وأنا كاشف عورتي مش هبقى دخلت في الصلاة أصلا. فهمت إزاي؟ بيقول وهذا شامل لعدم المانع فليست بشروط كما صوبه في المجموع لتخصيص الشروط بالأمور الوجودية، وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي، وعليه جرى المحشي حيث قال وهذا شامل لعدم المانع، وهو صحيح. ولقرب هذا التعريف وسهولته عدل إليه عن التعريف المشهور للشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته لذات نفسه الشيء. فهو عكس المانع، المانع يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يعني ايه؟ يعني زي ايه المانع؟ اديك مثال للمانع، زي الحيض والنفاس، ده مانع من وجوب الصلاة. الحيض والنفاس ده مانع من وجوب الصلاة، مش كده برضو؟ فيبقى الحيض يلزم من وجوده العدم، عدم وجوب الصلاة. طول ما هي حائض موجود الحيض اهو، فيلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب الصلاة. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني لو اتنقت من الحيض لا يشترط ان انا بصليت او ما صليتش، دي مساله تانية. فهمت بقى المانع؟ الموانع كتيره، زي المانع زي القتل العمد، القتل العمد مع القرابه مانع للارث، مش كده برضه؟ جعله الشارع مانع للارث، القتل العمد. واحد قتل ابوه عشان يورثه، ابوه راجل غني وبخيل ومطلع روحه مش لاقي ياكل، وهو راجل شراني، فلما قتله واخد الثروه بقى واعيش بقى مش عارف اعيش، فراح قتل ابوه وجم قبضوا عليه ما يورث ابوه. ليه؟ لان القتل العمد العدوان، واخد بالك، مانع من استحقاق الارث مع وجود موجب الايه؟ الارث، وهو القرابه. القرابه موجوده بس حصل فيها مانع، حصل مانع هنا منع. فهمت ازاي؟ وهو القتل العمد العدوان. فهمت بقى المساله؟ ادي الموانع الشرعيه، مثال للموانع الشرعية. فهو عكس المانع الذي هو لغة الحائل، وشرعا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. سهل المثال بيتضح لك، تقوم تلاقي نفسك حفظت التعريف بدون ما تبذل مجهود. احنا كنا ما بندرس اصول زمان واحنا طلبة، كانت سهلة علينا، تدي للتعريف مثال الأول من الحس، وبعدين تلاقي نفسك ترسم المثال في التعريف تلاقي حفظت التعريف. إنما تقعد تعرف تحفظ في التعريف كده بدون فهم، تلاقي نفسك حتى لو كتبته في الامتحان تنساه تاني يوم، وتنجح وبيبقى عندكش علم. ينجح ومعاه تقدير وما عندوش علم، ليه؟ لأنه مجرد خرج من اللجنة نسي كل حاجة كتبها، لأنه مصلبها في ذهنه، ما ينفعش. فده مش ترتيب علمي، العلم إن يبقى في ذهنك وفي قلبك، لأنك أنت رسخ عندك فهمت المنطق بتاعه إيه بالظبط. يغيرهما معا السبب. السبب في، خد بالك، في شرط وفي مانع وفي سبب. السبب كمان يغير الشرط ويغير المانع. السبب ده عبارة عن إيه؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، زي الركن، يشبه الركن، او هو ما يتوصل به الى غيره.
أو هو ليه تعريف تاني، هو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لوجود الحكم. فهمت ازاي؟ هدي لك مثال تقوم تفهم. يعني طالما انت عارف الأمثلة عمرك ما تنسى الحاجات دي. الحاجات دي احنا درسناها يمكن من 20 سنة، لكن لحد دلوقتي الواحد كل ما يجي يرددها فاهمها. ليه؟ لأن رابطها في ذهنك بإيه؟ بعلامات معينة. السبب، ندي لك مثال للسبب. السبب هو وصف ظاهر يعني معروف واضح كده، واخد بالك، ومنضبط يعني ما يختلفش في اتنين، جعله الشارع علامة لوجود الحكم. زي ايه بقى؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني ميل الشمس عن كبد السماء، دي علامة لدخول وقت الظهر. دي مش وقت الظهر ده اللي هي دلوك الشمس، دي مش دي وصف ظاهر منضبط؟ جعله الشارع علامة على دخول وقت الظهر، يبقى يسموه سبب لدخول الوقت. فدلوك الشمس سبب دخول الوقت لأنه وصف ظاهر منضبط، جعله الشارع، مش اللي أنا جعلته، ولا العقل ولا العرف، واخد بقى، ولا الحكماء، ده الشارع يعني الله هو الذي جعله علامة للحكم. فهمت ازاي؟ يبقى لما نيجي نقول مثلا ايه، السفر وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة للرخصة، وهي قصر الصلاة والفطر في رمضان. السفر، السفر الطويل اللي هو فوق 80 كيلو، سهل. 80 كيلو دي هتختلف من مصر لاسكندرية لأمريكا لأستراليا، ده وصف منضبط، ده 80 كيلو في أي حتة في الدنيا سهل اسم، مش كده برضه؟ فده وصف ظاهر منضبط، جعله الشارع علامة لاستحقاق الرخصة. فهمت ازاي؟ اللي هي الفطر في رمضان وإيه؟ وقصر الصلاة، فيسموه وصف ظاهر منضبط. فهمت ازاي؟ ما قالش المشقة هي العلة، ما قلش ان المشقة هي العلة في الرخص يعني العلامة، لان المشقة غير منضبطة. المشقة غير منضبطة، تختلف باختلاف المسافر وباختلاف وسيلة السفر، مش كده برضو؟ انت وانت شباب الحاجة اللي تتعبك مش هي اللي تتعبك وانت شيخ كبير، ولو وسيلة السفر مريحة غير اما تبقى وسيلة السفر غير مريحة. فالمشقة متعلقة بأشياء غير منضبطة، لكن المسافة منضبطة. يبقى المشقة حكمة والسفر علة أو سبب، يبقى كأن السبب والعلة حاجة واحدة، لأن العلة علامة لوجود الحكم، مش كده برضو؟ والسبب علامة لوجود الحكم. لكن ايه الفرق بين العلة والسبب عند الأصوليين؟ النهارده درس، النهارده على فكرة درس أصول أكتر منه درس فقه، أصول فقه. العلة مناسبة للحكم، جعلها سببا للحكم مع ظهور المناسبة. فهمت ازاي؟ أما إن لم تكن هناك مناسبة ملحوظة فتسمى سبب وليست علة. دخول شهر رمضان، شهود شهر رمضان، جعله الشارع سببا لوجوب الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مش كده برضو؟ طب ايه علاقة شهود شهر رمضان، وقت رمضان نفسه، بعلة وجوب الصيام؟ مفيش مناسبة. ما ممكن كان يجي الشارع يخليه شوال بدل رمضان، يخليه ذو الحج، يخليه صفر، يخليه أي حاجة، لكن ربنا اختار شهر من دون الشهور ما نعرفش ليه، وخاصه باننا لو شهدته يجب علي الصوم. فهنا المناسبه غير مدركه، المناسبه غير مدركه، فيبقى اقول ان شهود الشهر سبب وليس علة لعدم ادراك المناسبه. مفيش مناسبه ظاهره. ايه علاقه حركه الشمس بدخول وقت الصلوات؟
ربنا جعلها كده اهو وخلاص، حرك الشمس وقال لك لما تلاقي الشمس تميل عن كبد السماء يبقى الظهر دخل، ادخل صلي. لما يظل الشيء يبقى اكتر من مثله يبقى ده العصر، لما تغرب يبقى ده المغرب، لما يغيب الشفق يبقى العشاء، لما يشأ الفجر يبقى ده فجر. طب ما ممكن كان يعمل اي علامات اخرى، واخد بالك، ويسميها اي اسماء اخرى، فيبقى العله هنا انا مش شايف ان ده سبب له مناسبه واضحه لكونه عله للحكم. ليه قال لي الحج اشهر معلومات وخص لي ذو الحجه، وخص لي من ذو الحجه يوم 9 وقال لك الحج عرفه؟ طب ما ممكن يختار لك اي يوم في اي شهر في اي سنه ويقول لك هو ده الحج، صح ولا لا؟ لكن هو اختص ده، اختص ده بلا مناسبه انا اعلمها، يبقى ده يسموه سبب لوجوب الحج، دخول وقت الحج. فهمت ازاي؟ يبقى لما يبقى السبب مناسب للحكم يبقى السبب والعلة حاجة واحدة، لما يبقى السبب غير مناسب للحكم، عدم إدراك المناسبة، يبقى سبب مش علة. طب والحكمة إيه الفرق بينها؟ يبقى عندي سبب وعلة وحكمة. الحكمة وصف ظاهر غير منضبط يصلح أن يكون حكمة للحكم وليس علة له، زي المشقة في السفر، المشقة حكمة، يعني انتفاء المشقة بقصر الصلاة والفطر في رمضان مقصود للشارع، لكن المشقة مش منضبطة فصارت حكمة للشارع حتى ييسر علينا الأحكام. فهمت ازاي؟ يبقى السفر علة للقصر والمشقة رفع المشقة حكمة. فهمت بقى؟ رفع المشقة حكمة والسفر علة وسبب لقصر الصلاة، والسبب نوعان، مقدور للمكلف وغير مقدور للمكلف كمان، يعني في أسباب مقدورة للمكلف زي إيه؟ السبب المقدور للمكلف إن أنا لو تلبست بالسفر ليا أترخص، يبقى أنا اللي بعمل السفر مش كده برضه، فده مقدور ليا. لكن هل أنا ليا دخل بحركة الشمس عشان يدخل وقت الصلاة؟ هل ليا أنا دخل بحركة القمر عشان يدخل شهر رمضان أو تيجي شهر الحج؟ دي مش بتاعتي، دي مش بإيدي أنا، دي بإيد ربنا. يبقى السبب قد يكون مقدور للمكلف وقد يكون في غير مقدور المكلف. زي ايه؟ زي مثلا العقود، اسباب لحل العقد وهي في مقدور المكلف، عقد البيع، عقد الزواج، الطلاق، كلها جعلها الشارع اسبابا. في عقد البيع جعله سببا للتملك، مش كده برضو؟ وهو في مقدوري ان انا اعمل العقد او ما اعملوش، مش كده برضو؟ كل العقود والإجارة، كل البيوع، عقد الزواج جعله الشارع سببا لإيه؟ لحل التمتع، والطلاق جعله الشارع سببا لحرمة إيه؟ التمتع. يبقى وده الاتنين في مقدوري، في مقدوري أتزوج وفي مقدوري أطلق. فهمت إزاي؟ لكن دخول وقت الحج ده مش في مقدوري، وجعله الشارع سببا لوجوب الحج. فهمت بقى المسألة؟ يبقى دي أدي الفرق بين السبب. عايزين نخش في حتة تانية. يغيرهما معا، يغير الشرط والمانع السبب الذي هو لغة ما يتوصل به إلى غيره، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. الآية في سورة الحج، من كان يظن أن لن ننصره أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعني أي واحد من الكفار يظن إن ربنا مش هينصر النبي لا في دنيا ولا في آخرة، طب بقى يمد سبب إلى السماء، يعني يطلع بسلم يمنع المدد بتاع ربنا اللي نازل للنبي ويوريني بقى شطارته هيمنع ولا مش هيمنع. تحدي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. مش هتعرف، هتعرف تمنع مدد ربك ونصرة ربك عن النبي؟ مش هتقدر يا أيها الكافر مهما عمل،
ولو حاولت حاول. طب هات سلم واطلع السماء كده وامنع المدد النازل من السماء، تعرفش. يبقى ده تعجيز، تحدي، واخد بالك؟ يبقى السبب هو السلم الذي يتوصل به الى غيره، كل ما يتوصل به الى غيره يبقى مش مقصود بذاته، ده هو حاجه، واخد بالك، يتوصل بها الى غيرها، يعني وسيله، وسيله السبح، وسيله للتسبيح، سبب للتسبيح، وسيله مش مقصوده لذاتها، ده مقصوده ان انا اضبط العد من اجل التسبيح، يبقى دي وسيله، مش كده برضه؟ السبب الذي هو لغة ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يبقى السبب بيشتغل في الطرفين، في الوجود وفي العدم، إنما المانع يشتغل في الوجود والشرط يشتغل في العدم، يؤثر في العدم، لكن السبب يؤثر في الاثنين. فهمت بقى؟ وقولهم لذاته راجع للشقين، للوجود وللعدم، فقولهم في تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم أي لذاته، فلا يرد فاقد الطهورين، لأنه وإن لم يلزم من عدم الطهارة فيه عدم الصلاة، لكن ليس ذلك لذات الشرط بل لحرمة الوقت. خد بالك إن ما يدخلش بقى لما تقول إن الشرط هنا يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود على عدم، فتجيب الطهارة. الطهارة دي قد لا تكون موجودة خالص بسبب حالة يسموها فاقد الطهورين. فاقد الطهورين ده لا طي المية ولا طي التراب يتيمم، وجعل وقت الصلاة يسموه فاقد الطهورين. هل يجب عليه الصلاة؟ طب ما هو فقد هنا الشر، يبقى ممكن بالطريقة دي تقول لا يجب بقى لأنه مش موجود، زي بعض الأحناف قالوا كده، قال لا يجب عليه في هذا الحال، ولما يتيسر له أحد الاثنين يبقى إيه اللي هي الماء أو التراب يبقى يعيد. ده رأي الأحناف، لكن الشافعية قال لك لا، لأن الرسول قال فأتوا مما أمرتكم ما استطعتم. فقال هنا أنا عندي فاقد الطهورين عنده حاجة تانية تمنع من انتفاء الشرط إنه يشتغل في العدم، وهي حرمة الوقت. دي شيء تاني خلاني قلقان، الوقت نفسه ليه حرمة، هيضيع مني وأنا واجب عليا إن أنا أصلي قبل ما يخرج الوقت. فحرمة الوقت دي مانع، منعت فاقد الطهورين من انتفاء وجوب الصلاة عليه في حال انتفاء شرط الطهارة. فهمت بقى كلام الشيخ؟ علشان كده بيقول لك فلا يرد فاقد الطهورين، لأنه وإن لم يلزم من عدم الطهارة فيه عدم الصلاة، يعني عدم وجوب الصلاة، عدم صحة الصلاة، لكن ليس ذلك لذات الشرط بل لحرمة الوقت. وقولهم ولا يلزم من وجوده وجود أي لذاته، فلا يرد ما إذا ضاق الوقت، فإنه وإن لزم من وجود الشرط وجود الصلاة حينئذ، لكن لا لذات الشرط بل لضيق الوقت. وقولهم ولا لعدم، ولا عدم لذاته، أي ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، فلا يرد ما لو كان هناك مانع كنجاسة، فإنه وإن لزم من وجود الشرط عدم الصلاة، لكن لا لذاته بل لوجود المانع. وكذا يقال على ذاته في تعريف المانع وتعريف السبب. فتأمل، يعني أحيانا تأتي أشياء خارجة عن الشرط فتمنع من تحقق وجوده كشرط، عشان كده قال لك لذاته، عشان يخرج أي حاجة خارجة عن ذاته، زي حرمة الوقت في فاقد الطهورين، زي وجود النجاسة، واخد بالك، مع ضيق الوقت، زي حاجات كتيرة، بحيث إنها تمنع من عمل الشرط بالرغم أن الشرط غير موجود. فهمت المسألة؟ فعلشان كده قال لك لذاته، لأن قد يطرأ حاجة غير خارجة عن الشرط. لازم في الحالة دي بسرعة بالرغم ضيق الوقت انه يتخلص من النجاسة، يتخلص من النجاسة عشان يدرك حتى لو الوقت فاته، حتى لو الوقت، لان الاشتغال بشروط صحة الصلاة اولى من الوقت، اولى من ايه، من ادراك الوقت. قول وليس جزءا منها، اي لانه خارج عن الماهية التي هي حقيقة الصلاة مثلا، وخرج بهذا القيد، اي قوله وليس جزءا منها الركن، لما قال ان الشرط ده ضروري لكن ليس جزءا منها، خرج الركن اللي هو جزء من الصلاة. فاعل خرج، وقوله فإنه جزء من الصلاة على الركن، جزء من الصلاة، تعليل لقوله وخرج بهذا القيد الركن. والحاصل أن الركن يجامع الشرط في أن كل منهما تتوقف عليه صحة الصلاة، ويفارقه في أن الشرط ليس جزءا منها،
والركن جزءا منه. وقال الخطيب: الركن كالشرط في أنه لابد منه، ويفارقه في أن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر، والركن ما تشمل عليه الصلاة كالركوع والسجود انتهى. فأشار إلى أن بينهم اجتماعا وافتراقا. الدكتور علي جمعة كان لما بيشرح لنا الأصول زمان في الثمانينيات، كنا نعرفه إحنا من سنة 80 قبل ما يبقى حتى خد الدكتوراه، كان يقعد يشرح لنا الفقه، أصول الفقه، هو تخصص أصول فقه، فكان يشرح لنا الورقات للجويني واللمع لأبي إسحاق الشيرازي، كان يقول لك إيه الشرط خارج والركن داخل. لو عرفت كده تبقى أنت علامة. لما يجي يسألك في الشفوي الشيخ في امتحان الشفوي في الأزهر مثلا، يقول لك ما الفرق بين الشرط والركن؟ لو قلت له الشرط خارج والركن داخل وكلاهما ضروري يكتفي، يعرف انك فاهم. فهمت ازاي؟ يبقى الشرط خارج عن الماهية وضروري، والركن داخل في الماهية وضروري. فهمت بقى الفرق؟ يبقى يقول لك الشرط خارج والركن داخل، وكان يعملها لنا أغنية ويقعد يلحلها لنا. جزاه الله عنا خير. قوله: الشرط الأول أي من الشروط الخمسة طهارة الأعضاء، احنا هنقف عليها بقى. يبقى احنا خلصنا الجزء الأولاني، لقينا ده جزء أصول. إن شاء الله يوم السبت القادم نخش بقى في الشروط، نتكلم فيها بقى نفسها. يبقى النهاردة اتكلمنا على الشرط وعلى المانع وعلى السبب وعلى الركن. إيه هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحكم الشرعي؟ والفرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى فرق كبير. يقول لك المفتين لخبطونا يا عم، كل مفتي يقول لي حاجه شكل، مش كده برضه؟ مع ان المفتي المفروض ان هو بيقول الحكم الشرعي، مش كده برضه؟ لكن هناك فرق. والفرق بين القضاء الشرعي والفتوى الشرعيه والحكم الشرعي، لازم تعرف الفروقات دي علشان تعيش مستريح البال. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإلزام أو التخيير أو الوضع. يبقى ده الحكم الشرعي. يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، هو الكلام، قول، قرآن، سنة، دليل. يبقى الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الإلزام. الإلزام عشان يدخل الواجب والحرام، الاثنين فيهم إلزام، الواجب إلزام فعل والحرام إلزام ترك، مش كده برضو؟ على سبيل الإلزام المتحتم يبقى واجب، على سبيل الإلزام غير المتحتم يبقى سنة. الإلزام المتحتم في الترك يبقى حرام، والإلزام الغير متحتم في الترك يبقى مكروه. يبقى على سبيل الإلزام دخل المكروه والحرام والواجب والسنة في كلمة واحدة. شفت الحلاوة بقى؟ ادي التعريف. يقوم يقللها على سبيل الإلزام أو الطلب سيان، هو الطلب فيه إلزام. وإيه؟ أو التخيير، التخيير عشان يبقى الإباحة، التخيير عشان يدخل الإباحة بقى. يبقى ده الحكم الشرعي. وفي حاجة اسمها الحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء شرطا أو سببا أو مانعا أو إيه أو صحيحا أو فاسدا. أدي معنى الحكم الوضعي، إن يجعل لك علامات خارج عنك أنت أيها المكلف، يجعلها أسباب أو موانع أو شروط للحكم نفسه. زي قلت لك دلوك الشمس، زي السفر في الرخصة، زي مثلا النصاب لوجوب الزكاة، زي دخول أشهر الحج لوجوب الحج، واخد بالك؟ زي دي كلها أسباب جعلها، والموانع زي جعل مثلا عدم القدرة على تسليم المبيع شرط إيه؟ سببا في بطلان عقد البيع مثلا، وجعل عدم الرضا في عقد البيع سببا لفساده. فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى جعل الشارع علامات. يبقى في الحكم الوضعي الذي وضعه الشارع ليجعل الأشياء شروطا أو أسبابا أو موانع أو غير ذلك، والحكم الشرعي الثاني المتعلق بأفعال المكلف عشان يخلي الشيء ده واجب أو يخليه مستحب
او يخليه مباح او يخليه مكروه او يخليه حرام. سهله كده؟ يبقى ده الحكم الشرعي. الفتوى هي فهم الفقيه لخطاب الله تعالى. يبقى فهم الفقيه لخطاب الله تعالى هو ده اسمه الفقه، وبناء عليه تنشأ الفتوى. والفهم يختلف باختلاف الناس وتعدد العقول، فتختلف الفهوم وعشان كده تختلف الفتوى، مع ان الخطاب واحد. يبقى الخطاب واحد لكن الفهوم متفاوتة، فتلاقي ده مفتي وده مفتي وده مفتي، وده فهم حاجة وده فهم حاجة وده فهم حاجة، والخطاب واحد. فهمت ازاي؟ زي ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، في فرائض الوضوء وامسحوا برؤوسكم. يجي فقيه يقول ان الباء للالصاق، الباء للالصاق، يبقى معناه لازم تشمل الراس كلها، ملصقا ما تمسح به براسك كلها. ده راي الامام مالك، فهم كده من خطاب الله تعالى. فيبقى الامام مالك جعل الراس كلها، استيعاب الراس كلها ركن من اركان الوضوء، استيعاب الراس كلها، لان جعل الباء للالصاق. الامام الشافعي قال لك ان الباء هنا للتبعيض، اي امسحوا ببعض رؤوسكم فيكفي جزء من الراس. فهمت ازاي؟ يبقى هنا الخطاب واحد لكن الفتوى تختلف باعتبار فهم الفقيه، باعتبار فهم الفقيه. فهمت ازاي؟ الباء قالها للتبعيد، واخد بالك ازاي؟ والامام ابو حنيفه قال للتبعيد، واقل التبعيد ربع الراس، فقال لك قد ربع الراس. الامام الشافعي قال لك لا، 3 شعرات كفايه بس بمحاذاه الراس، لانها يطلق عليها راس. يوم تبص تلاقي الخطاب واحد، وده فقيه يفهم منه حكم، وفقيه تاني يفهم منه حكم، وفقيه تالت يفهم منه حكم، وهو الخطاب واحد. يبقى الحكم الشرعي حاجة واحدة لا يختلف، لأنه خطاب الله والحكم الشرعي قديم. أما فتوى الفقيه فهي فهم الفقيه لخطاب الله، وهي تتفاوت بتفاوت العقول وتتغير بتغير الأحوال. شفت قد إيه كمان؟ طيب الفرق بينها وبين القضاء الشرعي، القضاء الشرعي هي فتوى شرعية على سبيل الإلزام، إنما الإفتاء ليس على سبيل الإلزام، بتيجي تاخد رأيي في مسألة حلال ولا حرام يا عم الشيخ، بقول لك رأيي حسب فهمي وأنا ما بلزمكش تنفذه، ممكن تخرج تعمل عكسه، ألزمتك؟ ما أقدرش ألزمك، إنما القضاء فيه إلزام. يجي القاضي يحكم في المسألة حسب فهمه برضه وفهمه للنصوص، ويلزمك لازم تنفذ فهم القاضي حتى لو انت مختلف معاه في تفسير الفهم. يبقى القضاء الشرعي فيه إلزام والفتوى لا إلزام فيها، والاثنين هو فهم الفقيه لخطاب الله تعالى ويتفاوت، وعشان كده لابد يحصل تفاوت، عشان كده المذاهب كتير، مذاهب المسلمين كتير، وخطاب الله واحد، يبقى الدليل واحد ومفتين كتير، معلش ما يجراش حاجة. يجي يقول لك مثلا بعض الفقهاء زمان خالص قالوا إن استعمال المياه للاستنجاء من البول والغائط غير مطلوب شرعا، شايفينها بعضهم قال حرام، يجب استعمال الايه؟ الحجارة. طب ليه أيها الفقيه؟ زي أبو اسحاق، زي سيدنا لا لا مش فاكر، المهم واحد من فقهاء القدامى قال كده، قال لأنه مطعوم محترم، والمطعوم المحترم لا يمس به نجس، واخد بالك ازاي؟ لانه انت تقدر تجيب النعمة، تجيب النعمة وتنجسها، ده يليق؟ شفت فهمه؟ هو فهمه كده، فهمه وجيه، لكن فهمه ده يخالف فعل النبي. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الماء في إزالة ايه؟ البول والغائط، مش كده برضه؟ يبقى نقول لك انت فهمك وجيه، بس فعل النبي عندنا أولى. فهمت ازاي؟ فعل النبي عندنا أولى، لا استعمل المي. يبقى يجي الفقيه ممكن يتفاوت فهمه، زي الوقت لما يقول لك مثلا ايه، الدكتور علي جمعة شنوا عليه في إحدى الفتاوى بتاعته لما عملوا في بعض القرى السياحية حمامات اللبن، يجيب لك بانيو كده في لبن ويغطسوا فيه وبتاع، فهل يجوز الاستحمام باللبن؟ فناس قالوا كده إسراف، نظر إليها أنها إسراف وأنها غير ضرورية، مش كده برضو؟ وأن اللبن طاهر، وأن الاستحمام فيه يضيع ماليته، وأنه فيه إسراف وضياع لماليته،
وايه وفيه نوع استقذار لشيء محترم. فلما فهم كده قال لك حرام، مش كده برضه؟ يبقى فقيه يقول لك حرام. فقيه تاني قال لك هل يجوز التداوي بمطعوم؟ هل يجوز التداوي بمطعوم ام لا؟ باجماع الفقهاء يجوز التداوي بمطعوم. هل يجوز التداوي بمطعوم نجس؟ فيه خلاف. بمطعوم طاهر بالاجماع جائز. طيب اللبن مطعوم طاهر، واذا كان استعماله من اجل تداوي البشره كالكريم يبقى جائز. فهمت ازاي؟ يبقى واحد فهم منها انه جائز والفعل واحد، واحد تاني يقول لك لا حرام. فهمت بقى يختلفوا ازاي المفتين؟ تقعد انت ايها الانسان تحتار تقول الله هم المفتين قاعدين يلخبطونا، ده يقول لي حرام وده يقول لي حرام، لانك انت مش فاهم. هو ديننا كده، ديننا جعل ربنا سبحانه وتعالى الناس تتفاوت في الفهوم عشان يوسع الدائره على الناس. اراد ان ربنا يوسع الدائره على الناس، فيقوم يجي الانسان اللي بيستفيد بشرته عنده مرض جلدي وبتستفيد باللبن، يلاقي واحد يقول له يجوز، واحد تاني اصلا بشرته حلوه وجميله ومش محتاجه لبن، يقوم واحد يقول له حرام يقوم يمتنع. يبقى ده يمتنع والتاني يعملها بضميره مستريح، وده يعملها وهو ضميره ويمتنع وضميره مستريح، وتعيش الامه كلها عابده لربها. يقوم محدش يعمل الحاجه وهو متاثم، يبقى عارف ان ده بيقول لك جائز وده يقول لك لا وده وهكذا. يبقى تعدد الفهوم في ديننا دي خصوبه في هذا الدين، ده دي مع ديننا، دي ميزه بخلاف ما يدعيه الصحفيين. يكتب لك في جريده مش عارف جرايد اللي هي سيئه السمعه، المفتي يقول حمامات اللبن جائزه، وفلان الفلاني في الازهر يقول انها حرام، اغيثونا انقذونا من المصيب. الله، شغل الصحفيين بقى، ما ينفعش شغل الصحافه دي في التشنيع على العلماء. فهمت المساله بقى؟ والله اعلم. علشان كده لازم تعرف ان الفتوى هي فهم الفقيه، وتختلف الفهوم، طول عمر الناس تختلف الفهوم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون. جزاكم الله.